ضمن ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الذي عقد مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري والذي جمع عددا من المسؤولين الاستراتيجيين وصناع القرار في العالم، أجمع الحضور الذين تباحثوا علاقات إيران بالدول العربية على أن المطلوب من الجانب الإيراني إثبات حسن النية وعدم التدخل في دول الجوار العربي. نتمنى من إيران كجارة أن تسعى إلى تبني استراتيجية تصفير خلافاتها وعداءاتها بالدول المحيطة بها. نحن نعلم أن الخلافات الإيرانية لا تنحصر فقط في الخليج، لكنها تمس الخليج بدرجة أكثر من خلافاتها مع دول الجوار الأخرى. هناك خلافات بين إيران وبين مكونات حتى المجتمع الإيراني، هناك خلافات إيرانية مع تركيا، مع الدول المحيطة بها الأخرى، لكن نحن نطالب فيما يخصنا. نحن وإيران لا يفصل بيننا إلا مسطح مائي سهل الاجتياز وسهل التواصل. نتمنى إيران أن تقوم بتصفير خلافاتها مع دول الخليج كما قامت دول أخرى مع دول جوار محيطة بها. المطلوب منها عدم التدخل في الشأن العربي والانسحاب من الدول العربية. ذكر عادل الجبير وزير الخارجية أنها دولة محتلة لسوريا، وهي كذلك لبنان، وهي كذلك في العراق. ولذلك إذا أرادت فعلا أن تقوم وأن تظهر حسن النوايا تجاه العالم العربي وأن تبني علاقة مبنية على المصالح وحسن الجوار، أن تنسحب من الدول العربية وأن تتوقف عن دعمها لأذرعها العسكرية وأن تتوقف عن إرسالها لعناصرها الاستخبارية في كافة